اليوم جولتنا اسمها فجر بغداد. مر زين والحجيه، شلونك حجيه؟ طبعا مثل ما تشوفون دخلنا الاحياء القديمه ومنطقه القريعات. فجر بغداد. من السلام، صباح النور، هلا بالشباب، هلا بالغوالي، هلا بالشباب. عمي نشاطه حيويه اليوم، هلا بالغوالي. الحمد لله وشكر جويس الولد شويه راح انطر. ها ان شاء الله هسه الشباب قاعد يتجمعون، جمعنا وبدي شويه ان شاء الله بس يكمل العدد راح ننطلق بخير وسلامه. وصلنا حاليا الى ملعب الشعب، هذا ملعب الشعب، هذا ملعب الشعب، ومنطلقين نكمل جولتنا ان شاء الله خير وسلام. اكو ولد بتعليقات يكتب لي ليش تقول بخير وسلام؟ العشي تريد نقول يا حبيبي، اكو احلى من الخير والسلامه. هاي الابطال هسه وصلوا الى منطقه السنك اللي هي مال ادوات السيارات. ما شاء الله انظر الشمس يخبط منورين الشباب. جايين كابتن علاق حاليا الفريق وصل ساحه الوتبه. هاي الشباب ان شاء الله راح يكون دخول عملاق طبعا. زين والحجيه، شلونك حجيه؟ يعني احنا داخل الصدريه ما شاء الله الانظار كلها على فريق بغداد. اهم شيء علاوي القيسي مرتاح؟ متونس؟ بالعافيه، الف عافيه شباب الغوالي.
ألف عافية. حبيبي أبو نجم. يا عمي جيور زين. ألف عافية شباب. هلا شباتي. هلا حبيبي. من سوق الصدرية حاليا هي مطعم كباب هولية. احنا تريق يا شباب شلونكم حبيبي؟ شلون كافي؟ شلون بنتك؟ الف عافيه مليون عافيه الف عافيه شباب. غالي وصلنا منطقه الصدريه ان شاء الله مكملين طريقنا مكملين الجوله بخير سلام. هاي الشباب كلها منوره اليوم. شلون نوصل التمثال معروف الرصافي هذا حباب الفوش ولد هاي كباشر الأبطال. هلا عمو حبيبي. هذا شارع حيفا ان شاء الله. الله هذا شباب وراني مع الماي شلون حلو نهر رجلي اللهم صل على محمد. الجمال شوف الجمال مال بغداد بالصبح بدون ازدحامات بدون حوسه بدون ضوضاء. شوف جمال الطريق شلون حلو. هسه الشباب متوجهين راح نتوجه الى منطقه الكاظميه المقدسه. ها حبيبي ها ايه حاليا الفريق حاج استراحه راح استراحه بخمس دقائق بالزايد نكمل جولتنا ان شاء الله. الشباب كلهم قاعد يستراحون هذا بالكباتي اكلها بالصراحه الكباتي بعدنا مستمرين بخير وسلامه واحد كافين كيبل حتى السفارين وصلنا بوابه بغداد مثل ما تشوفون هاي الشباب منورين كلهم قاعد تشوفون جمال الطريق بعد بوابة بغداد تشوفوا هذا المنظر شلون حلو باع الأشجار من ثلاث جهات على ذاك الطريق وبالجزرة الوسطية وعلى هذه السيدة الأيمن باع الجمال باع الجو شلون حلو. هاي حالات الدراجة الهوائية تستمتع بكل لحظة بالقيادة. هسه المنطقة الطائيين اللي هي منطقة الطائيين الطائيين بعد منطقة الكاظمية جاوزنا منطقة الكاظمية وعبرناها هسه منطقة الطائيين. منطقة كلش حلوة زراعية بوع الأشجار نص البيوت ما شاء الله فشي جمال مو طبيعي. بس راح يفوزون على منطقة القريعات من على العبرة ونعبر. هاي العبرة من منطقة الكاظمية إلى منطقة القريعات. طبعا مثل ما تشوفون دخلنا الاحياء القديمه ومنطقه القريعات. شوف الاماكن والمناطق اللي
عيون. هسه احنا الطريق الاعظمية راح نتوجه منها نقبل على ساحة عنشر ان شاء الله. عم كملين الطريق. من شارع الضباط بالاعظمية. أنا وكاتب الحي جمعوا الشباب راح يحتسون القهوة. راح يحتسون القهوة يما هذا شو يسمونه شهريار. هاي الكباتن كلهم الله 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 شباب منورين. تعال يمي تطلب من البلوك. السلام عليكم مودي عزيز. هلا كابتن حسان شلونك؟ كابتن شلونك؟ تدري قبل الله يسلمك البلوك ذاك البلوك ذاك البلوك ذاك البلوك ذاك ان شاء الله ان شاء الله مال المويه ان شاء الله. اليوم جولتنا اسمها فجر بغداد. طلعنا الساعه بالاربع ونص الفجر. نعم انطلقنا من كل بغداد وتريقنا وين؟ بالصدريه قدام كل الناس اللي يحبون الدراجات ويسوقون الدراجات. وبعدها كملنا البوابة بغداد ورجعنا شربنا قهوة بالعظمية الغالية شهريار. وراح نسوي ان شاء الله ان شاء الله. بدكم هذا الفريق تنزلون تفتخرون به لانه هذا انتم صنعتوه يا شباب. انتم المؤسسين انتم تفتخرون بهاي العلامة تفتخرون بالانجازات. اي واحد يقعد يفكر ويا نفسه شلون اقدر اطور الفريق. لا تعتبر نفسك انت مفعول به، انت فاعل. لازم تكون انت فاعل. انت تقول تقعد ورقه وقلم تقول عندي قرايب مدير دكان دائما. عندي واحد مسافر عايش بامريكا بلندن دوله ويقدر يدعمنا البطولات يعني يقدر يدعمنا دعم. فكر يعني شغل عقلك شلون تقدر تخدم هذا الفريق؟ لان النهايه هذا الفريق صنعكم انتم. انتم الاساس. هذا اللون البرتقالي هو الاساس. احنا مجرد خدمات، احنا مجرد دعم. احنا داعمين. قاعد اسمع. مشرفين. يا شبابنا يا ابطال. هذا الفريق هو مو فريق، هذا مشروع، وهذا المشروع شبابي. تعدى الرياضه، تعدى الرياضه من زمان. ماكو فريق رياضي يعتمدون عليه وزارات وخابون والله يخليه. تعال شوف الرساله عندي. كل اجتماع يطلبونه من رئاسه الوزراء الى هاي، ونخلي سره. ممكن تكون اهداف في مناطق مكانات يعني جبليه. ليش كاوكي الاساس سوى كثير ماي هو مو مشرف. انا اريدك توضح لي هنا كامل. كابتن الامير البارحه اتصل بي قال انا جاي وين راح يوقفون. ليش نايم؟ نايم ليش ما ليش نايم؟ احنا كلنا ما نايم. ليش حضرتك نايم؟ شنو؟ ليش نايم؟ مو على ناس الناس. سوي لنا حل هذا الموضوع. لازم يخلصون من الراس. شوف هدايا شبابنا الطيبين. راح اكمل الفلوج وياكم ان شاء الله بخير وسلامه بعد ما انتهت جولتنا فجر بغداد. ان شاء الله حاليا راح اتوجه على بعد ما رحت استراحيت البيت عمي طبعا رحت استراحه شويه. راح اتوكل حاليا على خط السريع مال محمد القاسم. طبعا ما انصح المبتدئين ان يسوقون على خط السريع لان الخط السريع جدا خطر ويراد انتباه كلش قوي. يعني لا تحاولون تجربون هذا الشيء اذا كنت بعدك مبتدئ وما تعرف شلون تسوق على المناطق السريعه. شباب حاليا انا على طريق محمد القاسم مثل ما تشوفون. اهم شيء تاخذ السائد الايمن بعيد عن السيارات بعيد عن الاخطار. حاول تمشي بمسار معين لا تحاول تنحرف عن الطريق. يعني فجأة على بد لا تربط السيارات اللي بصفه. الحمد لله والشكر هاي كملت الخط السريع خير وسلامة. هسه بقى بس اعبر هذا الجسر مال كراجمانة وانزل على منطقة الغدير ان شاء الله.